السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الف مرحبا بكم دائما في قناتكم الطبخ سلمى اسماء. وصفات لي ان شاء الله عباره على حلوه سهله جدا، مقادير بسيطه واقتصاديه، وكتجي المنظر ديالها زوين، وكذلك المذاق ديالها رائع. نتمنى ان شاء الله انكم تجربوا وتنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجوا فيها، فغادي نحتاج هنايا 100 غرام ديال الطحين، 100 غرام ديال الزبده مقطعه كطريفات وتكون زبده بدرجه حراره المطبخ، يعني زبده لينه. عندي هنايا 150 غرام ديال مايزينا، عندي 75 غرام ديال السكر كلاصي اولا السكر البودره الناعم، جوج ديال الصفار ديال البيض، غير صفر ديال البيض فقط اللي غنستعملو، واحد راس المعلقه ديال البيكربونات الصودا، غير راس المعلقه فقط، شويه ديال القشره ديال الحامض محكوكه، ونص ملعقه صغيره ديال الخميره ديال الحلويات اولا البيكنج باودر، غير نص معلقه فقط. فهاد هما المقادير، ندوز دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها ان شاء الله هي غادي نغربلو كاع المواد الجافه اللي هي الطحين، مايزينا، كذلك خميره ديال الحلوه، والبيكربونات غادي نغربلوهم كاملين ونحتفظوا بهم. احتفظنا بالمواد الجافه اللي غربلناهم جانبا، وغادي ندوس هنايا شد هذيك الزبده بحال اللي كتشوفوا اللي تكون لينه، وغادي ندوس نطربها مزيان في الطراب الكهربائي، اي طراب كهربائي متوفر عليه نطربوها مزيان. طربنا الزبده مزيان على هذا الشكل هذا بحال اللي كتكون باي طراب كهربائي كتوفر عليه، ودابا غادي نضيف فوق منه داك السكر كلاصي مغربل على هذا الشكل هذا، وغادي نعاود نطرب واحد شويه. من بعد ما ضفت السكر كلاصي وطربت كيولي لي الخليط على هذا الشكل هذا، دابا بقى لي غير نضيف الصفار ديال البيض، صفر ديال البيض غادي نطربو بحال اللي كتشوفوا معايا واحد شويه بالفرشيطه، وغادي نضيفو تدريجيا وانا كنطرب على سرعه ما تكونش كبيره بزاف. ضفنا الصفر ديال البيض تدريجيا وحنا كنطربو، دابا غادي نضيفو ديك القشره ديال الحامض محكوكه على هذا الشكل هذا، غادي نطربوها دابا غير واحد شويه غير تنسجم ديك القشره ديال الحامض ونحبس. دابا صافي ما بقاش خدامه بالطراب، غادي نخدم غير بلا سباتول. غادي نبدا نضيف داك الخليط ديال الطحين والمايزينا والخميره والبيكربونات اللي درناهم من قبل، غادي نضيفو بشويه بشويه ونخلط هكا بلا سباتول حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي لينه نوعا ما، ولكن بطبيعه الحال ما كتلصقش في اليدين نهائيا. استمرت في الاضافه ديال الطحين والمايزينا بحال اللي شفتوا معايا، كنت كنخلط بلا سباتول، في الاخير جمعتها بيدي بطبيعه الحال، كنحصل على واحد العجينه اللي هي دايره على هذا الشكل هذا، نتوما هذا الشكل هذا لينه، ولكن في نفس الوقت راه ما كتلصقش في اليد. نجمعها مزيان نسرحها واحد شويه هكا ونديرها في هذا الورق البلاستيك الفدائي، نغطيها مزيان وندخلها للثلاجه واحد نص ساعه تبرد وتشد في راسها، ونعاودو نطلقو ان شاء الله. العجينه ديالنا من بعد ما خليناها بردت في الثلاجه واحد المده ديال نص ساعه تقريبا، غادي ندوزو اننا نسرحوها اما فوق سطح العمل مرشوش بشويه ديال الطحين، اولا الا بغيتو تسهلو عليكم الامر اكثر دين هكا ورق الطهي اولا ورق ديال البلاستيك بحال ديال اللي كنستعملو فيهم الاكياس ديال المجمد، هما ممكن انكم تطلقوا هاد العجينه بيناتهم. لقينا العجينه ديالنا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، هذا هو السمك ديالها كتجي على هذا الشكل. غادي ناخذ واحد القطاعه يعني بالحجم اللي بغيتوا، هذا تقريبا فيها واحد 6 سنتيمتر، المهم كيبقى لكم الاختيار اصغر واكبر، وغادي نقطع بحال هكا دوائر. بالنسبه للعجين اللي كيبقى لي في الجوانب غادي نجمعو، نعاود نديرو كره الا كان الحال سخون بزاف، نعاود ندخلو في الثلاجه واحد شويه، ونعاود نطلق بنفس الطريقه بين جوج ديال الوراق، وكذلك نقطع هكا دوائر بنفس الطريقه. ودابا غادي ناخذ واحد الموس اولا شي سباتول بحال هكا ولا المهم شي حاجه باش نقدر نهز بها هاد الحلوه ديالي باش ما تديفورماليش، وغادي نحطها فوق صفيحه ديال الفرن مغطي بورق سلفوريزي، يعني الصفيحه اللي غادي نطيبهم فيها اللي كتشوفوا معايا. استفنا الحلوه فوق صفيحه ديال الفرن مغطي بورق سلفوريزي،
غادي ندخلوها الفران دابا يكون سخن على درجه حراره يعني منخفضه نوعا ما يعني واحد 150 درجه المده تقريبا ديال 12 دقيقه ونعاود نطلقهم ان شاء الله. الحلوه ديالنا من بعد ما طابت كنخرجوها من الفران بحال قلت لكم واحد 150 درجه المده ديال 12 دقيقه بحال هكا ما نخليوهاش تحمر بزاف بس داك تحمرناها كشويه من الجوانب كنجبدوها كتبقى يعني بيضه هي معروفه كتبقى بيضه والتحت ديالها كيتحمر واحد شويه. اما بالنسبه للزين فغادي نلاصقوا كل جوج مع بعضياتهم. انا غادي نستعمل هنايا هذا الحليب المركز المحلى اللي على شكل كراميل هذا النسلي كراميل اللي كنقولوا حنا في المغرب. درتو هنايا في كيس الحلواني ممكن تستعملوا غير معلقه اذا ما متوفرش عندكم غير هي الكيس كيسهل علينا يعني اكثر وغادي نديروا على هذا الشكل هذا بعد ما لاصقتهم بحال شفتو معايا اما كناخذهم وكندوزهم هكا بالنسبه للتزيين الجوانب كندوزهم في جوز الهند اولا الكوك وكنغبر لهم الوجه ديالهم بالسكر كلاصي. هذه الطريقه هذه كيديروها في هاد الحلوه هذه يعني من ديال الاصل ديالها من الارجنتين كتسمى الفاخوريس. عاده هاد الشيء اللي كيديروا لها كيدوزوا لها الجوانب ديالها من في الكوكو كيغبروها بالسكر كلاصي. ممكن تكتفيو غير بالسكر كلاصي من الفوق صافي يعني كيبقى عندكم الاختيار. فغادي نكمل بنفس الطريقه ونطلقهم ان شاء الله. كملت بنفس الطريقه بحال اللي شفتوا معايا لصقت كل جوج بالنسلي كراميل ودوزتهم الجوانب هكا بجوز الهند اولا بالكوك ومن بعد من الفوق كنغبروا عليهم شويه الوجه ديالهم بالسكر كلاصي بشي صفايه هكا صغيره كنديروا لهم شويه ديال السكر كلاصي على الطريقه هذه. الحلوه ديالنا هي وجدت كملت بنفس الطريقه بحال اللي شفتوا معايا كنقدموها بالصحه والراحه. حلوه سهله جدا والمذاق ديالها كيجي هائل. نتمنى انكم تجربوها وتنال الاعجاب ديالكم. اي تساؤل عندكم او استفسار او اقتراح خليوه لي تحت في التعليقات ديالكم. تنساوش ديروا جيم الفيديو اذا عجبكم تبارطاجيو كذلك اشتركوا في القناه ضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني او سبسكرايب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.